احسب ما تهزرش، اوعى تقولي الكلام ده. يا جماعه دي بتغلى لون الجسم، ده اللي قالته الفنانه هند عاكف على منتقدين اطلالتها في حفل افتتاح الدوره 17 من المهرجان القومي للمسرح المصري. يا ترى ايه حكايه فستانها اللي ظهرت بيه الفنانه هند عاكف وعمل ضجه وقلق؟ الفنانه هند عاكف ظهرت في المهرجان بفستان ازرق مع شعر اصفر وطويل، والناس علقوا على الفستان وقالوا ده شبه بدله الراس، وواحد من المراسلين اللي كانوا واقفين على الريد كاربت قال للفنانه هند عاكف انت شايفه ان الفستان مناسب للمهرجان؟ ردت عليه هند عاكف وقالت له دي بطانه لون الجسم. الفستان ده يا جماعه فيه بطانه بس لون الجسم، عايزه بس افهموا بس الكلام عشان الفستان ده مش عريان. الفستان ده يا جماعه فيه بطانه بلون الجسم وما فيش فيه اي مشكله ومش عريان، ده فستان اوف شولدر عادي ومش جريء، وانا لابسه باروكه وده مش شعري. خلي بالكو احنا عاملين بطانه اهي اهي، اشدها لكم اهي. نفس المراسل اللي قال لها انت شايفه ان الفستان مناسب للمهرجان سألها سؤال تاني وقال لها بس في تاتو ظاهر من البطانه. الفنانه هند عاكف اتعصبت على المراسل بسبب السؤال وقالت له تاتو ايه؟ ما تهزرش، انا ما عنديش تاتو، اوعى تقول الكلام ده. شايفين تاتو باين من تحت البطانه. اوعى تقولي الكلام. هند عاكف بعد الضجه اللي عملتها بسبب فستانها ظهرت في حوار تلفزيوني مع الاعلاميه ياسمين الخطيب في برنامج شايب الياسمين، وعلقت على فستانها وقالت انا فنانه رايحه مهرجان، البس احمر او اصفر او اسود، انا حره واغير اطلالات زي ما انا عايزه طالما بدون اذى للناس. وقالت كمان كنت حابة أغير شكلي وأعمل لوك جديد ومش عايزة شعري يبوظ، ومن فترة كنت عايزة أغير لون شعري لكن قلت الناس حابة هند في اللون الأسود فقلت أطلع بالباروكة. وقالت برضو الناس حرة تشبه الفستان زي ما هي عايزة لكن الفستان عادي جدا، وفي نجمات وفنانات في مصر بيلبسوا أجرأ منه مليون ألف مرة، والفستان في بطانة بلون الجسم. انا مقتنعة اني انا مش غلط، ما هي بطانة اقول ايه، لا 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 هي بطانة، وتوقعت ان شعري هو اللي يعمل قلق مش الفستان. وطول عمر هند عاكف لما تروح مكان الناس كلها لازم تشوف هند لابسة ايه. فكرة الديزاينر وقلت له انت فكر المرة دي، وانا مش عايزة اعمل حاجة الناس تقول لك كل شوية هند عاكف بتثير الجدل بتثير الجدل. الفنانة هند عاكف قبل كده قالت في تصريحات انا لو اعرف ان الفستان هيعمل كل الجدل ده ما كنتش لبسته، وما كنتش متخيلة ان الفستان هيعمل الجدل الكبير ده، انا عملت فستان عادي جدا الاوف شولدر، وعلى فكرة الفستان كان مفتوح اكتر من كده لكن انا طلبت من المصمم يقفله اكتر. بلاش احنا نعمل ترندات بالاسئلة، انتوا شفتوا دي ايه بتاعنا ولا لا؟ وانتوا رأيكم ايه في الفستان؟ هو فعلا عادي زي ما النجمة بتقول وان النجوم ده الطبيعي بتاعهم، ولا الفستان كان ملفت واوفر عشان تتصدر الترند؟